صباح الخير وقبح، وصباح النور والسرور، وصباح الورد والياسمين، وصباح الزهر مقطر، وصباح العسل تيقطر. كي بقيتي ولاباس؟ كي بقاو الميمات؟ تنتمنى على الله تكونوا على خير وفي صحة جيدة وراحة البال. الله لما تقولوا لي الله من يحن عليكم الله. شي زليلك ديال السفنج، شي سفنجات سخيخنين ويكون عليهم العسيلة هكذا مقطرة، وشي كاس ديال اتاي مولاي بالإقامة حرشة. ايوا بالصحة وراحة الفطور. ما كرهناش نبطل المغرب، ولكن الله يحن الله يسهل الامور. شتقنا، توحشنا الارض، توحشنا يعني المغرب تنقولوا له الارض الطيبه، توحشنا لحبابنا، توحشنا لخوتنا، توحشنا لكل شيء، توحشنا المهم الله يسهل الامور. قولي لي مالك صبحتي مخشعه النار على تقرب العطله صافي مع ما بطنا شي في ربيع، الله يكون معنا، توحشنا كل شيء. الموضوع ديالنا ديال هذا النهار، كيبقاو جيرانكم لاباس؟ عندكم شي جيران عزاز؟ عندكم شي جيران محترمين؟ عندكم شي جيران تيقدروكم؟ عندكم شي جيران قلالين؟ عندكم شي جيران قباحين؟ عندكم شي وهذا هو موضوعنا ديال هذا النهار. هذا النهار على الجيران. الله تعالى وصى على سبع جار، ياك الا ما كنتش غلط، سبع جار، سبع جار الله يكون معنا. شوفوا سبع جار فين جا، فوالا سبع جار. الجرة ماشي سهلة، الجرة ماشي هي بالفم. قال لك اللي سمعت، لو كان الله تعالى عرف يعني ما يكونش الجار يهودي او يعني نصراني، وكره يعني قدر الجار يورط فينا، وإلا غلط صلحوا لي الله يرضي عليكم. الجار راه رحمة بعد النوبات، وبعد النوبات نقمة، الله يكون معانا. وتيقولوا الجار قبل الدار، ولكن ملي تتكون ساكنه وشاريه وقديمه ويجيك شي مصيبه شي جيران، ويجي قياس الخير شي ادم شي جيران، ويجيوك مثلا في السفلي ولا المهم جيران قياس الخير ديال الاذى، الله تعالى ما قال لك شي يعني الجيران هي خصك تنتفهم ولا تضربهم ولا شنو دير لهم باش عاد تاخذ منهم الذنب. لا، الجار نقص من التلفزيون نسيتو، فوالا الجار هي ديك الصداع تقلقب عليه عندك في دارك تتأذيه. راه قال لك اللي سمعنا، قال لك وحده كانت تتصلي متقي الله كل شيء على ما قالوا دخلت لجهنم. علاش؟ حيت تتأذي جيرانها بلسانها، بلسان ديالها، ماشي حيت هي الجيران يعني حاشا جوادهم. كاينين الجوره، كاينين الجوره، حنا جورتنا ما شاء الله اللي كنا يعني هو الدرب، كل واحد بدارو بوحديتو، ودريب يعني كانوا أسر ساكنين. تخيلوا 20 عام ديال الجرة، 30 عام ديال الجرة، ملي تيحب الانسان يرحل كانوا تيبكي تيديو قياس الخير كنازات، هما راهم راحلين هي من حومة لحومة، هادشي على ناس زمان. اما الكارثة العظمى هي ديال دابا قياس الخير. اما يحسن عوان كان الله بعون اللي ساكنين في العمارات، ولا عمارات ضيقين، ولا يعني بزاف د الحاجات. هذا لا يعني على اللي مثلا عنده فيلا راه مهني، لا، فيلا قياس الخير علينا يا ربي تنجينا، ويكون مثلا الجرده ديالك حدا شي جار ديال السوء تيخرج تيديك الصداع، تيغوت على الدراري كانه وحش، تبين عضلاتو على الجيران. وهذه ماشي في المالي البلاد مع الاسف، هذه في بلا ما نبقى يعني الفهم يفهم، هذه في الناس اللي تجي. ماشي هي تقول لك دبر راسو هي نصراني، ويلي نصراني ما خلقوش الله تعالى؟ ماشي غدا يوم القيامه باش نتوقفوا نتحاسبوا حنا وياه شنو ادينا وشنو ادانا حدا الله تعالى؟ هادي يعني هادو الناس المتخلفين اللي تيقولوا هكذا، هنا نديروا دبر راسو هذاك هي نصراني. لا، واخا يكون حدانا يعني حيوانات ما ناديوهمش خصهم ينعسوا، واخا يكونوا الحيوانات عندها واحد الوقت تتنعس فيه، ما ناديوهمش باش يتهجوا. عساك البشر لله تعالى وصى على الجار على سبع جار. تخيلوا سبع جار، انا عارفه تبارك الله الاغلبيه اللي تتسمعني ناس واعيه، ولكن هي حيت الموضوع خصو هضره، لان الانسان تيتآدى. هانتي تتكون جالسه في الجريده ساكته، جيران اللي حداك ولا بعادين عليك، حنا هجرادي هجرادي، وتتسمع شي وحده بالعربيه تتغوات وتلقى حلقتها، عيب عيب عيب، ماشي صواب، عيب.
شنو تتخلي؟ تتخلي تعيب عليك، تتخلي الخطا في ظهرك، تتأذي ناس. كاينين ناس كبار تيكونوا تيتصنتوا على عظامهم، كيكون بنادم انسان مريض ساكت تيكون يعني واخد دواه مهني جالس في جرة مرتاح، تنتينا تطلق لي ديكسيد حلوق على الدراري. منين جايين؟ انا ما فهمتش، انا ما فهمتش. ربما تنقول يعني ما فهمتش، يمكن حنا اللي يعني عشنا في المدينه تنكونوا تنحاولوا تنكونوا مولفين بالجيران، اما اللي تيكون جاي مع احتراماتي كما تنقول لكم راه ما تنعيبش، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو اللي كاين. الناس تتجي من الخلا على برا يعني من معف مناين وتتسحبها، راه هي جبل هنا وجبل هنا، مولفه تتعيط من جبل لجبل تيسحبها، راه في المدينه لا ميم شوز. لا علاش ما نفكروش؟ ولا انتينا جالسه مرتاحه تتاخذ مرتاحه يعني في الهواء، مرتاحه في جرتك، تتخرج الاخرى تتنفض عليك غبابرها وسخاتها، وانت واخا تشوف فيها تتحبها بحال كانك ما كايناش. هادشي كله مترابي. ملي تنكونوا تنربيو تنربيو البنت تنقولوا لها شنو ما درتي واشنو ما درتي واشنو ما درتي، ماشي تنربيو الوحوش تنطلقوهم تيخرجوا على برا تيشوهوا بالدنيا. لا لا، ترابي راه تتحاسبوا عليها غدا يوم القيامة، راك تتخرجي مراه للمستقبل، تتخرجي راجل للمستقبل. يعني شنو؟ أنا تنبقى هي مبهوضة، الناس فين تربات؟ الناس واش ما تتفكريش؟ نخرج أنا السكات والهدوء ونخرج نطلق حلوقي، تنغوت على الولد سي كوا يعني شنو هو؟ قلة الاحترام وقلة الأدب وقلة الترابي، هادشي اللي تيكون. يعني الانسان ما يقدرش يتمتع حتى بالجرده ديالو مرتاح. تتسكن حدا النصارى تيقدروك، تيقدروا الوقت فاش تتجلس، تقدروا الوقت فاش تتنعس، تقدروا انا كنت نكون معروضه ني تنهبط، قلت لكم وعاودت نهز بانطوفتي تنهبط بها في الدروج حتى للطوموبيل حتى نلبس البطالون. انا 3 سنين وانا ساكنه في العماره حتى طلقتني المراه، قالت لي منين نتينا منين اصلك؟ قلت لها مغربيه، قالت لي لا، قلت لها مغربيه بن عن جد، قالت لي ما يمكنش، قلت لها يمكن، قالت لي عمري ما سمعت عندك الغوات، عمري ما سمعت ريحه، ما شميت ريحه الماكله خارجه وريحه ديك الزيت البلديه وديك الشيء. قلت لها ما تجمعش كلشي، ماشي كلشي بحال بحال، ماشي كلشي بحال بحال، ما نعمموش ما نجمعوش. تنقول لها ونعاود ونعاود، راك منين تخرج لاوروبا راك تتبريزونتي المغرب كله عباد الله. واش ما يعني الانسان ما تيفهمش؟ ما تيفهمش؟ تفهموا واخا نجيو من شي الناس راها جاو من شي بلايص اللي يعني، ومنين تيجيو لهنايا تيتادابطاو، تيتشوف. شوف قال لك ديك ما دار جارك ولا حول باب دارك، سمعتي شي ناس تيصرصرو؟ سمعتي شي ناس تيغوتو؟ شفتي شي ناس تينفضو سخاتهم وعفوناتهم السراجم على الجيران؟ ما كايناش، كاينه هي الطبقه المكلخه اللي ما مربياش، هادي عند من كاينه. وهما تيعمموا تيشوفوا هذيك مغربيه دارت هكداك، تيقول لك كل الماروكان كلهم المغرب، المغاربه المغرب، ولا العرب دابا ولا يشكوا العرب كاملين. وي لا، نشوف عباد الله، عطاني ربي عقلي، عطاني ربي عطانا الله تعالى، علاش ميزنا على الحيوان؟ الحيوان تتسبو تيفهم، باش تنفكروا تنشوفوا تنميزوا، باش يعني ما عرفتش شنو نقول، ما عرفتش شنو نقول. الاذى ماشي هو سبان وضرب، لا، الاذى هو ديك الصداع للجيران، الاذى هو بينك وبين الجيران، جرده وانتينا تتسكت الطاقه حلولقاتك وطلقه وسخاتك وطلقه، هذاك هو الاذى. اديتي واحد الانسان متكي مرتاح معيان في راسو، انتينا طلقتي لي ديك سيدي حلوق طلقه ولادك تينقزو كي المعيز، هذاك ماشي اذى، هذاك اذى، تتدي الذنب. لانه واخا الانسان ما يقدرش يدعي على الانسان عيب، يعني ماشي تمن من الصواب، يخاف من الله، ولكن تنتينا تتدي الذنب. الله تعالى تيراقبنا، واخا حنا مثلا يعني ما تنقولوش، الله تعالى تيراقب، هو اللي يعني اللي مع ما معاه لا محامي، ما معاه لا قاضي، ما معاه لا وجه، ما معاه لا ظهر. تتأدي واحد الانسان الله تعالى تيعاقبك. لا فينك يا جيران زمان؟ فينك يا ناس، يا ناس ديال النخوة؟ فينكم يا ناس ديال الاحترام؟ الناس تتكون المصيبة الأولى الجر هو اللي تعرفها، الفرح الأول الجر هو اللي تعرفه، النجاح الدراري الجر هو اللي تعرفه، الحنان والحب والهدد الجر هو اللي تعرفه. هنا لا، هنا دايرين لي أحزاب،
ريفي يهضر مع ريفي، الشلحي يهضر مع الشلح، الطنجاوي مع الطنجاوي، والجروبات واللي داخلين ملتقلوا لهم الداخل هنا يقلبوا، يعني كاتاستروف. وي يعني شنو باش نقول لكم، انا ما فهمتش والله القسم، الا بعد شي حاجه الا يعني تنبقى هي تنتغدد مع راساتي. عطانا الله تعالى شنو باش نقول لكم، انا كنقول لكم سكنت في العماره هذه اللي سقساتني، يعني بقوه اللي تدير لي التيست. شنو كانت تدير؟ تطلق بحال الحجيرات 12 الليل فوق راسي طق باش تشوفني شنو باش ندير، واش نوض ندابز، واش نوض خليها هكذاك، خلي النهار اللي هز رحيلي وخارجه قالت لك يا ويلها يا خلاها علاش ما تقوليش رحله، شكون اللي ماشي يجي في بلاصتك. وي ماشي تنشكر راسي، ولكن ترابي الله يرحم اللي ربانا، حنا دارنا بوحدنا تيقولوا لنا الله يرحمو، علاش تزطموا على قدامكم، زطموا على ريوس صبعانكم، ما ديروش الصداع. شنو تنقولوا؟ ويلي استغفر الله، دارنا بوحدنا، نديرو نقزو ولا نديرو شي حاجه؟ لا، تتربي ليك ولغيرك. حتى قلت لكم جيت وسكنت في العماره اول مره في حياتي وتنتلقى مع جيران، عاد تنعرف شنو معنت التربيه اللي ربونا، شنو معنت ما تزطمش على قدامك، شنو معنت ما ديرش الصداع، شنو معنت. هذيك هي الترابي الناس زمان، ماشي دابا هي ولد الخلا وطلق وصافي. نو راه مسؤوليه. الجاره حسبي الله ونعم الوكيل، اللي سمعت اللي تتشوف وتتسمع. قيس الخير الجارة طلع على جارتها جنوي، وطلع على جارتها يفرعوا الباب وما خليو، عاود زيد سمع وزيد والكوارث. الله ينجينا، الله يلاقينا مع جيران ديال الرحمة في هذا الدار وفي ديك الدار، الله يلاقينا مع المؤمنين، لان ماشي الجار هي بالفم، الجار يعني شنو باش نقول لك، راه ما كاينش شي ما كثر من الله تعالى اللي وصى على السابع، تخايلوا على السابع جار، سبع جار. انا ملي قلتها لجارتي نصرانيه قلت لها، حيت دائما الحويجة اللي كتب الله تندوقها الناس، يعني هذاك طبعي، مع شنو قالت لي؟ قلت لها حنا الله تعالى قالنا سبع جار، قلت لها واحسب الديور، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، بقات حله فمها شنو هم عند يعني شنو عند. كاينين حتى في الاوروبيين كاينين القباحين، ولكن يعني هنا كاين قانون، كاين بزاف الحاجات. اما ملي تجيك الكارثه العظمى من 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 جهتك، يعني من من من, من نفس البلاد، هي اللي ما تقدش تشكي، ما تقدش دير شي حاجات. وي والناس تبقى تهل هل 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 في 12 د الليل، شنو باش نقول لكم؟ لا حول ولا وصلت على النبي، الله يهدي ما خلق. وإلا كنت بنت تجاره الله يرضي عليك، حاول على جيرانك، عرف بانك تتدي الاثم الى 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 درتي لهم الصداع، واخا ما يشكيو شي منك، واخا ما يقولوا لك شي، تتدي ماشي تطلق الدراري جدك هذاك ولا الصداعات، ويخرج الانسان كانه بحال ملي تخرجي ديك الطرو اللي تيكونوا ساجنينه في الظلمه، وملي تيطلقوا على برا هكذاك تيخرج. لا، قل بانه كاينين الناس، كاينين بنادم كبير، واخا ما كاينش بنادم كبير، كاين بنادم صغير خصو يتسنط على عظامه، خصو يجلس جالس في دارو مرتاح، ماشي كي الانسان كي الوحش يديه ولي تنهضر بيديا، تنشنت بيديا، لا ما تنحبش نشالي بيدي، ماشي مزيان. ولكن الانسان يعني تيتعصب، تتشوف شي حاجه، تنعيشوا شي حاجات صعابين باش تفسرهم لواحد الانسان مع من ماش تهضر، مع من ماش تهضر، الانسان اللي ما كان مربيش من اصله الاول ما عندك ما دير له. ولكن اللي عطانا الله تعالى عقلنا اللي تيسمع، اللي يعني يفهم، ماشي ما عندنا غراض. يعني شنو حنا كلنا خشه في الارض في الدنيا، كلنا خشه، ديك الخشه صغيره، العظمه لله الواحد القهار. الاخلاق تنحسبوا شي راسنا ملي نجيو نحطوا الطوموبيله حدا الناس، نزدحوا ونقبطوا البلاصه ديال الناس الاخرين، ونحسبوا راسنا كاننا حنا هما فرعون، الله تعالى هدو، وكلشي تيرجع لك تيقولوا الله ينعلي رباك. فولغير ياك، هي هذيك فولغير، ما مربياش وتيجمعوا بك وتيتنزو عليك النصارى، ها هو غيغدي الفلانه ولا شوف فلانه ولا شوف ولا وبزاف ديال الحاجات. علاش ما نخليوش سيرتنا بيضاء؟ علاش ما نخليوش بلاصتنا بيضاء؟ علاش ما نخليوش
جورتنا نقيه، ولا فين ما مشينا نخنزوها باش هي نروح له نقولوا اوف النوبه الجايه منين مثلا يحبوا يكري شي واحد اخر في بلاصتك ما تيكريوش، تيبريفيري ولي وحدين اخرين. المهم تنتمنى على الله انسان على الاقل يحترج الجار، الا كنتي فوق منك شي جيران او تحت منك شي جيران دير يدك على قلبك، قولي لا دركو راه ماشي قصحونيت انا ما نقرقبش على الجيران، ما نديكش انا ما نحبش نسمع الصداع ونسمع الهيلاله تنتادى من ادى شي جيران. جلسه في الجريده ديالي مرتاحه سامع الناس ساكتين، علاش نطلق حلوقي؟ علاش نفضوا سخاتي؟ وي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تنتمنى على الله استافدوا، اللي يعني محدنا في الدنيا وحنا تنستافدوا، راه حتى واحد ما تيخلق معلم، ولكن محدنا في الدنيا وحنا تنستافدوا وتنتعلموا وما فيها باس، ونصحوا لعل وعسى يكون واحد واحد الشعب واحد البشر واحد ما عرف منين جاي يكون راقي يكون تيفهم. الله يلاقينا كيف ما قلتها لكم وعاودتها، يعطينا جيران ديال رحمه في ديك الدار، في هاد الدار الكارثه ملي تتكون شاريه ما تقدرش ترحل، اما ملي تتكون كارثه تقدر تهرب. قالو الا كثر الهم تيضحك، والله القسم الا سي فري الا كثر الهم تيضحك. ساعتكم مبروكه ونهاركم مبروك، اللي عندها ميمسه حبيبتها تهلا فيها، واللي عندها باها حبيبتها تهلا فيه، وتنتمنى على الله تكونوا على خير ويعطينا وعدكم جيران رحمه في هاد الدار وفي ديك الدار. والفيديو الجاي بحول الله، ودابا عاد نستاهل شي كاس ديال اتاي مش حرم ولايا. وتنحبكم لله.